السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا المشاهدين، إليكم تفاصيل أخبار الآن. عاشت مدينة طنجة في الساعات الأولى من يوم الاثنين 16 ماي حادثة سير خطيرة بالممر تحت الأرض بمنطقة بن مكادة، وذلك عقب اصطدام سيارة أجرة صغيرة بسيارة خفيفة. وحسب مصادر من عين المكان، فقد كانت السرعة المفرطة سببا في وقوعه أدى إلى تسجيل خسائر مادية جسيمة بالسيارتين معا. هذا وقد تم نقل المصابين على وجه السرعة لقسم المستعجلات من مستشفى محمد الخامس بطنجة من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث. وتجدر الإشارة إلى أن نفس الممر تحت الأرض شهد قبل أيام وفاة شخصين بعد احتراق السيارة التي كان على متنها.